يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حمد سمع صوتك. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومعدت له تمهيدا ثم يجمع أمال هجير كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم قتل إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر كلا ثم نظر كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر عيد هذه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر عليها لواحة البشر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا يلا حمد عيد عزمتر سأصليه سقر وما جعلنا وما أدراك وما
واحدة سأصليه. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر علي لواحة للبشر. سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ودي يلا بكر. سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا حمد، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمن، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بها هذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جند ربك إلا هو. كلا والقمر. أبكر أبكر يلا أبكر أعوذ بالله. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، جلس عما تدري، قتل كيف قدر. جيد أبكر. ثم نظر، ثم نظر، وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا حمد إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك إذا أخطأت سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كلمة واحدة له، وما أدراك ما جعلنا، ما جعلنا عدتهم أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وليزداد الذين آمنوا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون عيدا، وليقول الذين، وليقول وليقول في قلوبهم مرض ماذا بهذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما لا عفوا يضل الله من يشاء كذلك، لا أدي ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. يلا حمد هل أجرك. إنه فكر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما جعلنا، وما سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر أبكر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا، إيه بعدين، وليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافر،
ماذا أراد الله بهذا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنوده ربك إلا هو. كلا والقمر والصبح والصبح إذا هدم ما عرفتم حظيتم بس عندهم يلا وما جعلنا أصحاب النار يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلص الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا تلعب طوية جهة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يلا أولى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليقول الذين أفضلوا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ماذا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين كفروا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو كلا والقمر والليل إذا أسفر أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن جاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة هلا يلا بس الجزء هذا أول شيء يلا بكر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليعلم الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليعلم الذين وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا ويزداد الذين آمنوا ويزداد إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ربك إلا هو كلا والقمر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر خلصنا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم جل شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تصور القسورة يعني اللاين أسد وحمر يعني حمير كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل المغفرة. أعوذ بالله من الشر الجين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما جعلنا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ذرني
ليستيقن الذين اكتبى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أسر يخلطها ولا يرتاب ولا يرتاب ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود الله جنود ربك إلا هو كلا إن ذاك أنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها إلى إحدى كبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة بل لا يخاف الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.